حوار بالتاكيد هيكون حلو وجميل. وليه لا؟ لان معايا نجمين جميلين. كابتن وليد صلاح الدين، مساء الفل يا كابتن وليد. مساء الفل يا كابتن شوبير. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. منور الدنيا. ربنا يخليك. كابتن محمد ابو العلا، مساء الفل عليك. كابتن مصر، صح يا كابتن؟ منور الدنيا. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن. ايه الدنيا في زيد مالها مش ماشيه ليه؟ انا للاسف طبعا سبتهم من اسبوعين عشان موضوع المواعيد شويه ملخبط شويه. كانوا ماشيين كويس، بس يمكن ثلاث ماتشات ورا بعض، هزيمتين وتعادل، يبعدوا ملعبه. بس هو السنه دي يا كابتن كان صعب انك تولد فريق مره واحده. يمكن انا بحكم عشرتي معاهم شهرين او اكتر، يعني كان حتى الاهداف انك مش فريق هتولد هينافس على طول، صعبه مش سهله. فكان محتاجين وقتهم شويه، حتى فكره التدعيم، فكره ان انت بتكون فرقه. كان ما اعرفش هيستغل يناير ده اللي موجود ده، ان لسه يناير ممتد. لعيبه شباب من الزمالك بالظبط، هو بيحاول في كده بقاله فتره. موجود كابتن اسامه نبيه والجهاز اللي معاهم كلهم. هو محتاج فعلا تدعيمات، لان هو عمل فرقه بسرعه جدا، وبعد 10 ايام لعب الزمالك في قبل نهائي كاس مصر في دور الثمانيه، ولا كان في دور الثمانيه. فكانت الامور كانت مش سهله. فانك في 10 ايام تعمل فتره اعداد وتختار لعيبه وتلعب الزمالك وبعد كده بعديها باربع ايام تلعب الدوري، بعد الزمالك باربع ايام تلعب الدوري، فكل ده دخل في بعضه شويه. يعني اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وانت كنت ماسك مدير كره هناك؟ انا لا، انت مستغرب ليه؟ انا قريت الكلام ده. الله يزال. شفت كده في صفحات. لا كان مره كابتن سيف كده، هم كلهم اصدقائنا انت عارفه، حبايبنا. وكان يعني كنا مره بنتكلم كده من الاول خالص، من قبل تكوين القصه كلها. بص يا كابتن، هو مشروع مشروع محتاج وقت، محتاج الناس تصبر، محتاج طبعا الاستقرار طبعا على الجهاز الفني، وهم عندهم استراتيجيه رائعه. نعم. ونتمنى لهم التوفيق طبعا ان شاء الله. لكن حضرتك مش موجود. لا لا لا. يلا بينا على الدوري العام، سبع جولات. شفت الدوري عامل ازاي في السبع اسابيع دول يا كابتن وليد؟ بص يا كابتن، في حاجه حلوه قوي، ان الموسم اللي فات ما خدناش وقت علشان نخش الموسم الجديد. ده صحيح. فده عمل حاجه مش متعودين عليها من سنين طويله، ان كل الفرق دخلت بقوه. كنا الاول متعودين ان مثلا واحده واحده اللي عامل فتره اعداد كويس زي كابتن مختار مثلا، او زي كابتن حلمي طولان، يروح واخد له خمس ست مباريات. لكن السنه دي الشكل مختلف. وعلشان كده احنا قلنا للفرق اللي هي زي مثلا طلائع الجيش، زي الانتاج الحربي، زي المقاولين العرب، خد بالك الدوري ده مختلف. في علامه واضحه جدا ان الثلاثه اللي طالعين ممكن ما يبقوش هم اللي نازلين. نعم. سيراميكا طبعا مدعم بشكل مختلف تماما، 21 لاعب ما شاء الله، ميزانيه عاليه جدا. نعم. لاستاذ محمد ابو العينين بسيراميكا كيلوباترا، بالاستقرار على كابتن هيثم شعبان، الاستاذ معتز البطاوي، لا رايحين بسيراميكا في حته تانية. حتى لو النتائج، لكن تحس ان الاداء باللعيبه دي في شكل فرق صعب انه ينزله. نعم. البنك الاهلي صارف جامد. نعم. مع كابتن محمد يوسف، وان كان يعني عندي تحفظ شويه على بعض التدعيمات. الفرقه يعني اتكونت بسرعه شويه، لكن برضو داخلين بقوه. فهنا بقى مين اللي هينزل؟ دي بقى مشكله. لا، المحله كمان مش محله كمان. ادائهم بيتطور كل شويه مع كابتن خالد. صحيح. فالسنه دي بدخول الفرق كلها بدون اي تحضير على طول داخلين في المباراه بقوه، ومن اول لحظه الاتحاد كسب بيراميدز، والاهلي عانى، والزمالك عانى، والمباراه والمقاولين بيعاني، والجيش بيعاني. تحس ان الدوري ده مختلف. فكل واحد او كل فريق هيفقد نقاط صعب جدا انه يرجعها تاني. ده صحيح. زمالك كابتن ابو العلا، الناس مع نهايه الموسم خرج في الكاس من فريق طلائع الجيش، خسر بطوله افريقيا، والهزه اللي حصلت والاداره والحدوته، كتير جدا توقع ان الزمالك يبدا بدايه مهزوزه. لكنه برايك في البدايه والعروض كمان للزمالك انه متصدر الدوري برفقه الاهلي، لكن فرق الاهداف لصالح النادي الاهلي. ويمكن السنه دي الزمالك زي التوقيت ده السنه اللي فاتت كان ممكن مغير اثنين مدربين. فده فرق معاه بشكل كبير. يمكن النقطه اللي كابتن وليد اتكلم فيها، فكره ان الموسم عشان ممتد وكان ملتحم ببعض، فنفس الجهاز الفني كان موجود، نفس عناصر اللعيبه، حتى ما لحقتش دعم كتير، فده حافظ على استقرار الفرقه. لان انت خسارتك ببطوله قدام مباراه الاهلي كان فيها جانب من التوفيق، ما كانش قصه ان انت تقدر تقول ان انا عندي مشاكل جوه ككوره. فدي تخليك انت لو بتقيم صح تخليك موضوعي، لا انا عندي افضل لعيبه موجودين، فمش محتاج ان انا اغربل الفريق بشكل كبير. فده برضو من القرارات المهمه قوي، ان الناس اللي تولوا في الفتره دي كان عندهم نوع من انواع اللي هو اداره الازمه والحكمه. ان انا مش محتاج اغربل وامشي ورا. مثلا خلاص انا خسرت بطوله وبعديها باربع خمس ايام خسرت كاس مصر. لا، كاس مصر ده عشان جه في اسبوع واحد مع بطوله افريقيا كانت الهزه
نفسيا، مع بعض عدم التوفيق، مع الضغط العصبي اللي كان موجود. دي مباراة كاس بتحصل في الاخر يعني، لكن الزمالك بدايته هو بيأكد ان هو فرقة قوية. بعدين رجوع المعارين زي ابو فتوح وزي رؤى وزي تفوق امام عاشور، في لعيبه لما ابتدوا يبقى يعني شكلهم ابتدى يبان. فانت فريق الزمالك كقوام كبير، انا وجهه نظري افضل فريق في افريقيا من الناحيه الفنيه، لان فريق تلت هجومي قوي جدا، تلت هجومي مرعب مش موجود في ناس عند ناس كتير في فرق افريقيا. فانت مجرد ما بتحط معاه ترس او ترسين زياده او عندك على الدكه بعض البدلة، انت القوام ثابت، وده اللي مخلي الزمالك كابتن بدأ البدايه القويه دي. السنه اللي فاتت في الوقت ده كنا بندور على مش عارفين ميتشو من هيجي ولا مش جاي، بعديه طارق يحيى استلم قبل ميتشو، بعد كده استلم تاني بعد ميتشو، بعد كده كارتيرون جه. فطبعا كان شبه الدور الاول اتحسم بطوله الدوري الممتاز. لكن انت النهارده بتلعب في لحد الاسبوع السادس. الزمالك لعب مع المقاولين فاز 2-0، مع بيراميدز 1-1، مع سموحه فاز 2-0، مع انبي فاز 2-1، مع طارق الجيش فاز 3-0، مع المصري فاز 1-0. لم تهتز شباكه الا مرتين امام انبي وامام بيراميدز، جمع من النقاط 16، لم يخسر الا نقطتين بالتعادل مع بيراميدز. هدافه امام عاشور بثلاث اهداف، اشرف بن شرقي 2، مصطفى محمد 2، يوسف اوباما 2، واحمد فتوح 2. اضيف بقى كمان حاجه بعد اذن حضرتك، باداء بقى روعه. ده صحيح. يعني كمان الاداء يمتع، الاداء فيه لعب جماعي هايل، الشكل يعني مفيش اداء فردي. نعم. كان في بعض الاوقات كنا ساعات بنلوم بعض اللعيبه اللي عندها الاداء فردي، بالعكس. كمان نضيف على ده كمان يا كابتن شوبير، ان لما في 2-3 لعيبه مهمين جدا غابوا عن الفرقه، ما حسيتش ان اللعيبه غابت، ما حسيتش ان محمود علاء كان موقوف، ما حسيتش ان طارق حامد فتره من فترات كان كورونا، فجاني ساسي مشكله ان هو مصطفى محمد. فانت بتتكلم عليك ان ده كل اللعيبه دي. نعم. ما فيش حد ما غابش على فكره. فده اللي مديني مؤشر ان الفريق ده لا لازم يتحافظ عليه، ولازم يتوفر له المناخ الهادي، ولازم تعزله تماما. وعلى فكره طول عمر نادي الزمالك لو نجحت دايما المعركه الكبرى والتحدي الكبير، لو عرفت تعزل فريق كوره عن اي مشاكل وتخبطات وعدم استقرار، الدنيا تمشي بشكل الدنيا بتمشي طبيعيه، لان انت عندك. نعم. لو عندك اللعيبه الكويسه وبتديهم. نعم. مستحقاتهم في ميعادها، وعندك سيستم ماشي، انت انا كلاعب كوره مش محتاج ان انا ادخل في ازمات. نعم. فده اللي كان منجح، ده اللي منجح الزمالك السنه دي، بالاضافه للحل زي ما تحكي الحل الجماعي اللي موجود. كمان معدل التهديف مش بطال. رغم ضغط المباريات اللي موجود، خاصه الماتشين ده اللي فاتوا 6 مباريات، يعني متوسط. لا معدل جيد. يعني معدل جيد جدا، وداخل فيها هدفين، ده برده معدل خاصه جيد. انه لاعب بيراميدز ولاعب المقاولين ولاعب سموحه ولاعب انبي ولاعب المصري. كابتن هو تعادل ماتش يعني واحد من 6 ماتشات. انا قصدي الانديه اللي لعبها لها اسم تقيله يعني. هو تعادل ماتش واحد من 6 ماتشات، والباقي 5 كسبهم. أيوه. فانت لما تكسب 5 ماتشات زي ما بتقول اداء ونتيجه، يبقى انت هنا واقف على ارض صلبه، واقف على قوام قوي جدا. لو شفنا النهارده امام عاشور بيكسبك، امبارح اوباما بيكسبك، يعني عندك تنوع في الحته الهجوميه دي. بن شرقي ساعات، مصطفى محمد لما كان موجود اول ماتشين، فكله بيهدف. زيزو لو فايق، ابو فتوح ابتدى كمان يدخل ويجيب اهداف، وجاب هدف رائع، ده اداله ثقه. فلا الفريق الثابت ده انا اتمنى ان يفضل متحافظ على القوام ده لاطول فتره ممكنه، وندعم بس بعنصر او اثنين. طبعا لو مصطفى محمد زي ما انا سمعت في الانترو مع حضرتك ان مصطفى محمد انه لو استمر ان شاء الله، والبيان اللي طلعه ده حاجه محترمه جدا، هو ابن النادي واضافه قويه جدا. هو لما يكون جنب عمر وشويه تجيب فيرو الثاني، او تجهز معظم اللعيبه امام عاشور، يبقى في ظهر فرجاني ساسي، ابو فتوح مع عبد شافي مع عبد الله جمعه، بتعرف بقى تعمل تنوع. اي مدير فني عارف كمان يعمل روتيشن. حضرتك لو شفت التشكيل اللي لعب بيه ماتش المصري قبليه بيومين، لعب بتشكيل شويه مختلف. نعم. في ماتش كان طلع الجيش. نعم. فالكلام ده كله بيسهل على المدرب، بيسهل حتى على اللعيبه، ما يخلوش اللعيبه على طول تحت اجهاد. ما يخلوش حتى انه قلقان ياخد انذار. الحاجات دي كلهم في ميه واحده، كلهم رتم واحد، كلهم عندهم نفس ان ياخدوه، علشان ياخد نفس بحيث ان هو يقدر يكمل تاني المسيره. ان مشوار الدوري يا كابتن بالمواصفات اللي موجوده، بازمه. نعم. كورونا، بالتغييرات اللي موجوده، بضغط الماتشات بقى افريقيا، بالحاجات دي كلها غصب عنك هتحطك في ضغط. نعم. فالمدير الفني الجيد اللي يعرف يدير الفرقه ككل يعني. نعم. خلينا نروح للنادي الاهلي كابتن وليد، وارقام النادي الاهلي بتقول الاهلي لعب 6 مباريات فاز في 5، تعادل في مباراه ولم يخسر زيه زي الزمالك، وسجل 16 هدف، واهتزت شباكه ايضا مرتين، ونقاط 16 نقطه. الفوز كان على مصر المقاصه 3-1، وعلى غزل المحله 3-0، وعلى الاتحاد السكندري 4-0، تعادل مع دجله بدون اهداف، وفوز على سيراميكا 2-0، ثم فوز على الانتاج الحربي 4-1. هدافيه محمود كهربا 4، محمد شريف 3، وليد سليمان 3، حسين الشحات 2، علي معلول 2، اكرم توفيق 1، عمرو السوليه 1،
احصائياته هو اقوى هجوم في الدوري العام ب 16 هدف، اقوى دفاع بالتساوي مع الزمالك هدفين، اكثر فريق حاول على المرمى 42 مره، واكثر فريق له اهداف متوقعه 23. هداف الدوري محمود كهربا بالتساوي مع رمضان صبحي 4 اهداف، عنده اكثر من صنع اهداف علي معلول 5 اهداف، اكثر من ساهم بالاهداف في الدوري 7 علي معلول، صناعه 5 تسجيل 2، متوسط استحواذه 58% خلف بيراميدز 59%. الاهلي يعني ما فيش كلام، بدايه ولا اروع، عانى تقريبا في ماتشين او ثلاثه بس، يعني سيراميكا الفوز اتاخر قوي، وادي دجله تعادل، لكن النادي الاهلي اقوى قايمه في الدوري المصري، قايمه فيها كل ما يتمناه اي مدير فني. نعم. كل مركز فيه 2 لعيبه وساعات 3، يعني بتتكلم في ما لا يقل عن اكتر من 30 لعيب كلهم متميزين، والميزه ان قريبين جدا من بعض في المستوى. نعم. يعني لو خدنا الجزء الهجومي مثلا، انت بتتكلم في محمد شريف وكان ابتدى مروان وصلاح محسن موجود، وبعدين جبت وولتر بواليا، كان احمد ياسر ريان موجود وطلعته اعاره، من كتر ما المكان ده فيه لعيبه كتير. هتروح على الجنب اليمين حسين الشحات، جاله طاهر محمد طاهر. نعم. بيلعبها ممكن كهربا، الناحيه الثانيه كهربا موجود، اجاييه في نفس المكان، طاهر برضو بيلعبها، جيرالدو كان موجود في الاول. تدخل في القلب هتلاقي قفشه، هتلاقي النادي الاهلي رجع ناصر ماهر، لا كل مراكز الملعب باستثناء علي معلول شويه يعني فارق، علي معلول ومحمد هاني فارقين شويه. لكن السردكات كلهم السبعه هايلين، كمان لما النادي الاهلي جاب بدر بنون فظبط المكان ده بشكل كبير جدا. نسيت طبعا وليد سليمان، وليد سليمان يعني الحاوي بتاع النادي الاهلي، واحد من اللعيبه المؤثره جدا في تيم النادي الاهلي، حتى لو ما ابتداش فهو بيختم كافضل ما يكون. علي معلول ومحمد هاني مديين للنادي الاهلي قوه في فرق كتير جدا مش لاقياها. خد بالك على الرغم من غياب هاني معظم الماتشات، الكورونا صح فرقت، لعب احمد رمضان بيكهام ولعب اكرم توفيق، وكان هنا الهزه شويه. نعم. يعني كانت هنا الهزه في مباراه سيراميكا شويه النادي الاهلي تاثر. نعم. وحتى بيكهام بدا وبعدين اكرم ختم. نعم. المباراة وبعدين رجع ابتدى بأكرم تاني، محمد هاني في اللقطة دي كان لسه نازل ورجوعه لعب خد له 10 دقايق. نعم. حتى رامي ربيعة حتى بالغلطة دي. نعم. مفيش مشكلة، بقاله كتير جدا ما لعبش. صحيح. النادي الأهلي كل المراكز مظبوطة، في حاجة. نعم. بقى نقطة مهمة جدا. نعم. تحسب للكابتن سيد عبد الحفيظ وتحسب للكابتن سامي قمصان. نعم. يعني أنا عايز أديهم حقهم. اتفضل. ما ينفعش فريق يبقى بالقوة دي ويبقى بالقايمة دي وتبقى اللعيبة كلها عايزة تلعب. وتبقى النتائج كده ويبقى أنت مسيطر عليها. ده صحيح. لازم الناس دي تاخد حقها. نعم. لأن ده صعب جدا جدا في الكورة. النادي الأهلي يعني مش عايز أقول حظه، يعني اللي خدم الطريقة دي الكورونا. كورونا لما جت، لما قعدت لعيبة، في لعيبة تانية لعبت. ده صحيح. يعني واحد زي أكرم توفيق انا متاكد ان لو مفيش كورونا خالص وبيلعب ديانج والسوليه هيبقى مشكله لحمدي فتحي ومشكله لاكرم توفيق. نعم. تخيل ان اكرم بيلعب على طول وبيهدف ومكسر الدنيا ومكسر الدنيا. نعم. ليه؟ عشان السوليه غاب. نعم. عشان ديانج وقع منك في كورونا. قصدك ان الكورونا حلوه؟ لا مش حلوه، لا مش حلوه خالص، ربنا يا رب يبعد عننا. نعم. بس هقول لك على حاجه واحنا جربناها في الاجيال بتاعتنا. نعم. يعني حتى في الجيل بتاعنا. نعم. كان لي الشرف ان انا اكون مع حضرتك طبعا. لا فيها مشكله كبيره. طبعا انت طبعاً. كنت انت طبعاً. مثلا في الجيل بتاعنا كان الكابتن رضا عبد العال والكابتن محمد عبد الجليل والكابتن عمرو انور ووليد صلاح الدين، اربعه عايزين واحد يلعب. فانت دلوقتي الكلام ده بيحصل. الكلام ده بيحصل. انا لاعب مين؟ لو ابعد بقى ان شاء الله ربنا يخلص كورونا دي وتمشي. مشكله كبيره جدا انك تسيطر على 30 نجم عايزين يلعبوا، والمشكلة ايه؟ كلهم عندهم اهداف. واحد عنده هدف اولمبيات، واحد عنده هدف منتخب بلاده، واحد تاني عايز يلعب منتخب مصر. نعم.
واحد تاني اصلا كويس فانت مش عارف تعمل فيه ايه. اكرم ده تعمل فيه ايه؟ باك رايت مكسر لك الدنيا. طب حمدي فتحي وليد سليمان كلهم. طب كهربا. طب حسين الشحات. طب طاهر اللي جاي. طب شريف. طب ولتر بوالي. الاربعه كابتن في ديفندر في الاهلي منتخبات بلادهم. ديانج منتخب مالي واثنين منتخب اول السوليه وحمدي فتحي واكرم توفيق منتخب اولمبي. هنا بس عايز اكد على حاجه، ان اوعوا تفتكروا يا جماعه ان النادي لما بيبقى فيه قايمه جامده ده حاجه سهله، لا دي في التعامل في غرفه الملابس صعبه جدا. عايزه مدير كره شاطر، عايزه حد مصري يكون مع الجهاز الاجنبي او الافريقي في حاله مستر موسيماني اللي هو سامي قمصان او كابتن سامي قمصان، لازم ده بيبقى صدده للعيبه. اول مره وليد احس انه مدرب مصري مش رقم اتنين في الجهاز بس واخد وضعه. احساسي ان الراجل مع سامي قمصان مديله وضعه تمام، بيستشيره بجد. يعني دايما المدربين الاجانب بيبقى ما يكون حد من الجهاز مصري يا كابتن ابو العيلة، لكن حاسس انه مع سامي بحب. احساسي. ودي انا شخصيا يعني برافو عليك. انا اتمنى بقى من هنا بالمره رساله للمدربين المصريين، كبر اللي معاك، ما تخافش منه، ما تقلقش، انت نمره واحد بيساعدني. انا لما هتميل على اللي جنبك او على التالت او على الرابع دول، خصوصا كابتن سامي بيعمل حاجه كويسه قوي، نموذج نموذج. بص يا كابتن، للمدرب يعني المساعد ده الماتش شغال. في حوار كتير شغال. حوار مطول شغال، والراجل مش قلقان منه. لا لا، والراجل لا لا بيسمع له طبعا. وكابتن سامي عارف امتى يدخل وامتى ما يدخلش. نعم. وهنا طبعا بالاكيد بالانجليش مع العربي بدر. وكابتن سامي بيترجم له وبيقول له الراجل بيقول لك تحركات كذا. والراجل مستر موسيماني من المدربين اللي بيبقى عايز يشرح كل حاجه في اللقطه نفسها. يعني لو مش عاجبه حاجه يقول يا جماعه بصوا مش المفروض. حتى وانت جوه المباراه. قالوا لي انه من اكثر المدربين بيشتغلوا في تاريخ النادي. السؤال الصعب، نجم الاهلي في السبع جولات نجم واحد. نجم واحد؟ طبعا. نجم واحد صعب، بس انا هاخد علي معلول. علي معلول. علي معلول. نجم الزمالك في السبع جولات او ست جولات اللي فاتت. فرض نفسه هو امام. امام عاشور. بس انا عايز اشيد يا كابتن بدور سامي قمصان، وقصاده يمكن في الزمالك متعب عبد الهادي عامل نفس الدور ده، لان الاثنين دول وفروا الاجهزه الفنيه اللي جم. الانتقال المنظم. صحيح. الانتقال المنظم ده خلاك ما تضيعش وقت، خلاك ما تتلخبطش. خلاك ما تضيعش وقت. خلينا نقف معاك شويه في كلمه خلاك ما تضيعش وقت، لانه دي مهمه جدا يا كابتن. ضيعت دوري الدور الاولاني استفدت من بالظبط كده. بالظبط كده. ما يكون معاك حد امين بينقلك بامانه شديده جدا ايا كانت امكانياته. يعني انا ما بتكلمش عن امكانيات، لكنه الامانه. ثم زي ما قال كابتن وليد انه خلي عندك ثقه في المساعد بتاعك. يعني هو مش جاي، هو مش هينافسك، لان انت لما تطلب انه يمشي هيمشي لو الراجل عامل مش عدم استقرار. يعني ده اتعمل. واللي بان في ده يا كابتن لما غاب اكتر من لعيب مؤثرين في كل نادي، لقينا الحل البديل. مفيش حد يعني خد وقت في الاجتهاد. مفيش مدرب جرب حاجه ما مش عارفينها. لا، متعب عبد الهادي مثلا نور اداله نور كده لمستر باتشيكو ان امام عاشور بيعرف يحل الحته دي. اسلام جابر ساعات بيلعبها. عبد الله جمعه لا بيلعب مش باك ليفت بس، بيلعب كمان هاف. لا ده بن شرقي بيلعب كمان فيرود لو ما عندناش فيرود. ففي حاجات حلول اتعملت تخليك ان انت تعمل لك الانتقال المنظم بهدوء، وخلي الاداء الجماعي ما تهزش. دور لمدحت بيتكلم بيقول موجود وعنده حته الحقيقه، حته الروح وحته النفسيه دي موجوده معاه بشكل كويس. يعني ليه دور؟ واللي عمل ده يا كابتن ان هما الاثنين بقالهم اكتر من سنتين تقريبا مع الفريق. فسامي قمصان بقاله اكتر من موسمين مع فريق الاهلي، ونفس الكلام متعب عبد الهادي بقاله اكتر من موسمين. فخلى الدنيا فيها. انا مسمي كلمه الانتقال المنظم دي الاستقرار ثم الاستقرار ثم الاستقرار. الانتقال المنظم ده بيوفر وقت، وبيوفر يعني مخاطرات انك تعمل مخاطره، وبيوفر تضييع نقاط على الفاضي. وكمان بيخلي اللعيب حاسس بقى بظهر امان. لان انا لو مدير، لو انا طبعًا مثلا لعيب مثلا بقى لي فتره مدرب، كل شويه مدير فني يتغير عليا. انا مثلا لو ما لعبتش ماتشين، طب انا الله اعلم المدرب الجديد ده عارفني ولا شايفني. فلما يكون عندك حد بيزق الزقه دي بتساعدك. يعني عايز هات لنا النبي 10 سخ فضه ولا حاجه كده. عايز اعمل قرعه، مين فيكم ياخد بيراميدز؟ بيراميدز احنا الاثنين. لا هو كل واحد ياخد فريق. احنا عايزين ناخد عايزين ناخد بيراميدز مدربه. مش ناخد بيراميدز. لا يا عم انا ما اقدرش. اطلع اطلع فاصل يا عم مواد.
قعدت اعمل القرعه يقف كده الشيلن في النص مش راضي يروح اليمين ولا شمال، وبالتالي قررنا انه بيراميدز سيتقاسمه كابتن وليد وكابتن محمد ابو العلاء. بيراميدز لعب 7 مباريات فاز في 3 وتعادل 3 وخسر مباراه، سجل 10 اهداف عليه 7 والفارق 3 اهداف له من النقاط 12. خسر في البداية أمام اتحاد سكندري بهدفين مقابل هدف، تعادل مع الزمالك 1-1، كسب سيراميكا 1-0، فاز على الإنتاج 3-2، تعادل مع البنك الأهلي بدون أهداف، تعادل مع دجلة 1-1. والنهاردة أكتر مباراة بيسجل فيها أهداف زي مباراة الإنتاج 3-1 على المقاولون العرب، هدافه بقى رمضان صبحي بعد هدفين النهاردة، عبد الله السعيد هدفين، تراوري هدف، علي جبر هدف، أحمد الشيخ هدف، وأحمد سامي هدف. هل القصة يا كابتن وليد كابتن أبو العلا مجرد هجوم على بيراميدز؟ هل بيراميدز المشروع ناجح حتى هذه اللحظة؟ هل التربص اللي موجود من البعض ببيراميدز أثر على الفرقة في البداية؟ هل بيراميدز يعني قادر انه يكمل مشواره ينافس على بطولة الدوري العام؟ بص يا كابتن، بيراميدز السنة دي من وجهة نظري لغز. يعني صعب جدا ان انت في 7 مباريات تتعادل 3 وتتغلب مباراة. بس التعادل مع زمالك ماشي، تعادل مع الزمالك، تعادل مع دجلة الاهلي، متعادل مع دجلة البنك الاهلي، ظروف الملعب كانت صعبة. لا كتير مع هزيمة كتير يا كابتن في 7 مباريات. هي المفاجأة كانت الهزيمة من الاتحاد في البداية. خد بالك انت، نعم. مش المفروض انك تتغلب مباراة وتتعادل 3 مباريات في 7 مباريات. على فكرة التعادل بالنسبة للاهلي والزمالك وبيراميدز المفروض انه ما يبقاش يعني مش وارد، او يبقى قليل جدا قوي. عزيز قوي. النادي الاهلي لما تعادل مع وادي دجله يا كابتن كان ناقص 14 لعيب. مظبوط. فالمساله عند بيراميدز لا، وكمان بيراميدز بقى مفيش استقرار في الناحيه الفنيه. يعني ليه انا بقول لغز؟ لانه نادي يمتلك كل حاجه وفريق يمتلك كل حاجه. اولا نعم. عنده قايمه كبيره جدا، عنده لعيبه كويسه قوي قوي، عنده استقرار مادي ومعنوي. انا شايف المفروض ما يبقاش عنده ضغوط. يعني لو 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 حضرتك زي ما بتقول الضغط على بيراميدز دي حاجه بسيطه جدا. ده انت ما عندكش جماهير، ده انت لسه يعني لسه ما شفتش الضغط. لا، هم ضاغطين نفسهم زياده عن اللزوم. انا بقول لك ومتاكد على فكره النهارده ما عجبنيش، بس الحمد لله ان شالوها. يعني حاجه اتكتبت على صفحتهم ما كانش لها لازمه، لانه بيراميدز نادي كبير، يعني كبير امكانيات، كبير لعيبه، يعني ما بقولش كبير تاريخ، وبالتالي من الصعب انك بتصغر من نفسك. يعني مع قيمة الأهلي أو الزمالك أو إنه التصريحات، الكتابات، الطريقة، لكن أنا ما عودش أكتب على صفحتي مش عارف لعيب إيه ومش عارف، يعني حاجات دي بتصغر ما بتكبرش. دي بس مجرد نصيحة للإخوة الأعزاء في نادي بيراميدز. بص يا كابتن، ولازم كل المسؤولين في بيراميدز واللعيبة طبعا والجهاز الفني لازم يبقوا عارفين إن دي ضغوط قليلة قوي 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 وصغيرة قوي من اللي المفروض يشوفوها. يعني الطبيعي ان نعم. اي فرقه كبيره انت داخل تنافس الاهلي والزمالك، دي مش حاجه سهله. فبالتالي لازم تعرف ان الضغوط اللي انت بتتعرض لها دي، اذا كان لعيبه معينه او اذا كان شكل او اذا كان مثلا جمهور الاهلي والزمالك حابب ان بيراميدز يخسر، ده طبيعي جدا. فانت الضغوط اللي انت فاكر ان انت بتتعرض لها هي ضغوط بسيطه جدا في الكوره، بسيطه جدا. فانت لازم تطلع نفسك بره الضغوط دي. النهارده رمضان مطلع نفسه بره الضغوط، واضح ان هو بيلعب وهو مستمتع، باين قوي في الهدف ده ان هو برضه دي حاجات رمضان، دي حاجات رمضان، ودي الجرأه اللي احنا بنقول عليها يا كابتن. نعم. انت مش هتجيب جون غير لما يكون عندك جرأه زي نعم. الهدف بتاع عمار كده في بيراميدز. نعم. نفس الموضوع، فكره ان انا ادخل في وسط 2-3 ويبقى عندي جرأه. عبد الله السعيد عامل الهدف ده كمان حلو قوي. نعم. راح للاخر وما فيهاش طمع وصبر وحطها رمضان، حلوه قوي. انا اتفرجت على المباراه كلها. نعم. لكن بيراميدز يا كابتن لازم مستر اروى بارينا لازم يستقر على طريقه ويستقر على تشكيل. هنا طبعا دونجا انا عندي برضو يعني تحفظ على الديفندرات مع الباك ليفت في بعض المراكز، في بعض المراكز في بيراميدز عايزه يتعاد توزيعها. يعني انا من وجهه نظر ان ممكن احمد توفيق، ممكن احمد فتحي يلعبوا ديفندرات. الفكره ان هو مستر اروى بيغير كل شويه. المباراه اللي فاتت حط عبد الله السعيد طرف يمين. نعم.
وحط رمضان طرف شمال عايز يحمي عبد الله السعيد من الناحيه الدفاعيه ولعب بثلاثه. النهارده دخل ابراهيم عادل يمين ورمضان شمال وعبد الله في القلب وإيريك تراوري هو اللي راس حربه. فالتغيير كتير، مره احمد فتحي، مره احمد توفيق كباك رايت، مره طارق طه، مره محمد حمدي كباك ليفت، تغيير حتى في السردباكات. التغييرات الكتير ما بتعملش تجانس، نعم، وانت نفسك بتبقى مش حافظ هم هيلعبوا ازاي. نعم. فاظن ان لازم رقم واحد لازم اللعيبه تهدى، وزي ما حضرتك بتقول لازم النادي يهدى، يعني يبقى التصريحات هاديه، المساله ما فيش حد ولا بيعندك ولا حد قاصد ان انت يعني بيخسرك قاصد الكلام. اولا يا كابتن شوبير من اول لحظه في الدقيقه 2 وفي اعتراض غير عادي. مزبوط. غير عادي على حكم المباراه. نعم. في حاجات اوت فاول في النص، حاجات عاديه جدا. فواضح ان اللعيبه مشدوده. نعم. باين الشده ان انت لما بتعترض على كل حاجه، فبالتالي اللعيبه لازم تهدى، الاداره لازم تهدى، الجهاز الفني لازم يهدى، لازم يثبت الطريقه، لازم يثبت الافراد، لازم يبقى الفريق كمان يبقى عنده صبر. انا ممكن ما اكسبش في اول شوط، انا ممكن اكسب في الدقيقه 90. الصبر ده مش موجود عند بيراميدز، لما بيعدي 10 دقائق ربع ساعه بتحس ان اللعيبه كلها متوتره. نعم. وهم حدث ولا حرج بقى، جيم انطوي وايريك تراوري ودودو الجباس وطوع الطرف. نعم. يعني لعيبه كتير جدا ولعيبه كويسه جدا. طيب اروح للكابتن ابو العلا، هل بيراميدز هينافس؟ بلاش هينافس، هياخد البطوله؟ ما هو ده السؤال، ما هو بيراميدز اللي بيعمل ده كله عشان ياخد بطوله الدوري عام، ملايين اللي بتتصرف وحقه، ما حدش يقدر يتكلم في ده طبعا. هل قادر على الفوز ببطوله الدوري العام؟ هي شخصيه البطوله لسه يا كابتن من وجهه نظري يعني ناقصها بس تكه صغيره كده، فكره ان انت عشان ما عندكش الجماهير اللي وراك، فكره ان انت ساعات الدوافع لو غابت شويه غير الموضوع الماديات ما فيش دوافع ثانيه، فدي فرقه مع الزمالك والاهلي بشكل كبير، او ساعات بتفرق كمان مع الانديه الجماهيريه، ده علشان مش موجود شويه في بيراميدز، فمحتاج دايما تكون في تذكره للعيبه، محتاج ان دايما تحطهم قدام مسؤولياتهم وقدام دوافعهم المهمه جدا سواء شخصيه او جماعيه. بيراميدز بيقع ساعات في خطا الاستعجال شويه، كابتن وليد اتكلم عليها، ومن ضمن مشاكل بيراميدز الفنيه من وجهه نظري هي الاندفاع المبالغ فيه شويه. ساعات كتير جدا يا كابتن هو في عز ما هو بيدور على هدف يدخل فيه جون. ليه؟ لان هو بعد 10 دقائق ربع ساعه بيحس ان المباراه بتهرب منه، فبيضطر ان هو يغامر يخاطر، تلاقي كوره مرتده ضربه ثابته مع عدم وقفه وتمركزات جيده بتضرب هدف. دي محتاجه نوع من انواع اللي هو الثبات شويه، الثبات اللي انت ثبات تكتيكي ان انت ما تغيرش كتير في الفرقه. احنا ما بقناش عارفين دلوقتي كل مباراه هيلعبها باني شكل، على فكره ده ساعات بيبقى ميزه، لكن لحد دلوقتي ما شفناش ميزه مع بيراميدز من وجهه نظري. الميزه لو بتكسب طبعا، احنا شفناها مع الزمالك مثلا، مع الاهلي مثلا بالظبط. لكن وهي الطبيعي ان انت لو تيجي تقيم ككوره، لا بص يا كابتن انا ممكن ماليش دعوه بيراميدز بيصرف قد ايه وممكن يكون ايه، هل هو عائد من ده مثلا هيكسب او هيخسر في الناحيه الماليه، هيبيع لعيبه او هيجيب، مش قضيتي، بس ما فيش شك ان بيراميدز اثر الدوري ممتاز طبعًا. يعني خلاه دوري ثري، خلانا دلوقتي بنتفرج على ماتشاته وبقى رقم صعب، وقدام ماتشات الزمالك والاهلي احنا مش عارفين مين هيكسب، بيراميدز ولا الزمالك، بيراميدز ولا الاهلي، مش عارفين. فدي نقطه كنا مفتقدينها، وخلينا بمنتهى الامانه محل الدوري ممتاز، يعني وجود فرقه بالقوام ده انا اتمنى يكون في فرقتين ثلاثه عندنا. ده كان الاسماعيلي، يعني الاسماعيلي كان بيحل لنا الدوري بالمنافسه، بيراميدز بقى مكانه ده. انا اتمنى ان فرقتين ثلاثه كمان اللي قلت عليهم زي الاسماعيلي المصري الاتحاد اسكندري، الفرقه دي تدخل في يعني في نفس القوام اللي موجود ده، علشان نشوف دوري ممتاز يليق بالدوري المصري. فبيراميدز انا شايف ان لو عن من مستوى التقييم الفني، انا شايف ان ممكن يكون مفيش ناقصه حاجه غير بعض الهدوء، عدم الاستعجال والتسرع، يعني في ناحيه ان انت تدير الفنيات دي ازاي. لكن هو فنيا مش ناقصه حاجه، ده عنده 3 اجوان، انه يدخل في مرماه في 7 مباريات 7 اهداف كتير، هو ده اللي بقول لحضرتك عليه، هو مقابل الاهلي والزمالك هدفين بس في 6 مباريات. على فكره كابتن بيراميدز لما بيدخل فيها اهداف ما بيبقاش مضغوط، هي مشكله بيراميدز ان انت لعيبه طايره يعني بالدفاع، اقل هجوما في عدد الاهداف اقل من الاهلي والزمالك، الزمالك 11 والاهلي 16، اقل دفاعا من الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك هدفين داخل المرمى كل واحد فيهم وهو 7 اهداف بس. انا هقول لحضرتك حتى اقل تهديفا من عدد الهدافين، انا متاسف المقاطعه، لا انا انه رمضان صبحي جايب 4 من اصل 10 اهداف، حوالي نص الاهداف، ومعاه عبد الله السعيد. هقول لحضرتك حاجه، بيراميدز الارقام اللي حضرتك بتقولها دي ارقام طبعا حقيقيه، بس لو جينا نقيمها شويه بشكل عملي هنلاقي ان بيراميدز بيوصل للمرمى زي الزمالك والاهلي، يعني بيوصل للمرمى الخصم زي الزمالك والاهلي، لكن عنده مشكله في انهاء الهجمات شويه، عنده مشكله في الاستعجال والسربعه، دي مخلياه
يعني بيضيع منه وقت معين فتترد عليه هجمه مرتده هدف. انك تعرف تعمل التوازن ده مع لعيبه نص الملعب انها تحافظ على الضغط الهجومي والضغط العالي ده فترات طويله وانت بتوصل كتير للمرمى لكن ما بتعرفش تجيب معدلات الاهداف زي الزمالك والاهلي. دي نقطه محتاجه فينش كمان عشان انت جون انت ويمكن لحد دلوقتي مش الفيرود المفروض الفيرود الهداف بتاعك لكن لحد دلوقتي مش في حالته. مركز راس حربه ده عامل لك مشكله في الفينشر فعشان كده هل ممكن نجيب راس حربه في الانتدابات الجديده دي؟ انا شايف ان هو محتاج راس حربه. يعني النهارده يا كابتن في المباراه مثلا انت المفروض تكون بتلعب باستراتيجيه لعب معينه، انا النهارده ما بلعبش راس حربه بلاعب تريك تراول. طيب الثلاثه اللي تحت الفيرود الثلاثه ما بيلعبوش العاب هوا ولا رمضان ولا ابراهيم عادل ولا عبد الله السعيد ولا ايريك. عارف ايه اللي بيحصل النهارده؟ انت المفروض ان طالما بلعب كده على فكره كل الاهداف ما فيش من مهاجمين بالظبط. يعني لا يعني عبد الله الاهداف اللي جت كلها ومعموله ازاي؟ مفيش رمضان صبح اربعه عبد الله هدف، ايريك هدف، علي جبر هدف، احمد الشيخ هدف، احمد سامي هدف بالزبط. كراس حربه يعني راس حربه اللي هو جون انطوي او الدودو الجباس او محمود وادي، بس محمود وادي بقى بس فرقه بتوصل للجون يا كابتن. لا الفرقه دي بتوصل للجون هو ده اللي بتكلم عليه، بتوصل زي الزمالك الاهلي. تعرف ابو العيله بتكلم على استراتيجيه اللعب نفسه. يعني انا في المحاضره قايل للعيبه انا النهارده بلعب بايريك تراولي تمام والثلاثه اللي تحتيه ما بيلعبوش العاب هوا فالطبيعي انا اخترق ازاي؟ يبقى انا بقى زي برشلونه تك 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 كل شوط بس النهارده كابتن. الشوط الاول كله اوفرات عندي 15 فريق لسه. ابو العلا قال ان هم محتاجين مهاجم، شايف انه بتتفق مع ابو العلا؟ بتفق مليون في الميه. محتاجين محتاجين مهاجم، محتاجين من وجهه نظري باك ليفت لان برضو محمد حمدي الغضروف محمد حمدي وطارق طه دلوقتي وطارق طه برضو مدى التطور محمد حمدي اتصاب خد بالك في باك ليفت جوناسان ده عالمي. نعم. يعني بص علي معلول وجوناسان وابو الفتوح في 3 4 كده في الدوري. بيراميدز يعني المفروض يبقى باك ليفت. الغشاشم دلوقتي يروح ياخدوا جوناسان. لا مش اصل ما هو كله متاح. وعنده مشكله كابتن. بمناسبه اللي قاله الكابتن ابو العلا، هم ثاني اكثر فريق في الدوري حاول على المرمى 39 محاوله، اول فريق هو النادي الاهلي. سؤال النجم بيراميدز يمكن عبد الله رمضان صبحي، ان هم دول رمضان صبحي وعبد الله السعيد. انا من وجهه نظري هم الاثنين لو بالاهداف. لا او عبد الله السعيد، انا رايي عبد الله السعيد كابتن. لا يعني ما هم الاثنين فعلا واحد. عبد الله المخ من وجهه نظري، يعني لما تشيل المخ في مشكله. هتفضل تهز دماغك كتير مش عارف بس صعبه قوي هي فعلا مناصفه. عبد الله السعيد. نسيت اسال نقطة الضعف في الزمالك. نقطة الضعف في الزمالك من غير تحليل تقول لي كذا. لا انا شايف ان فريق الزمالك في الوقت الحالي ما عندوش نقطة ضعف. نقطة الضعف في الاهلي. طب اقول نقطة ضعف في الزمالك الاول. قول. الباك رايت لو حازم ما بيلعبش. دي الحتة دي يعني لما بيلعب حمزة المسلوس الحتة اللي بين الباك رايت والسرد باك. الاهلي. الاهلي القلب لو القلب برضو لو ما بيلعبش بدر بانون وايمن اشرف. طيب. يعني لو غابوا هما الاثنين الحته دي برضو فيها مشكله. نروح لنادي الجونه الحقيقه اللي عامل حتى هذه اللحظه بعد 7 جولات 4 انتصارات و3 تعادلات ولم يخسر، سجل 8 اهداف، لم تهتز شباكه سوى 3 مرات، عنده من النقاط 15، بدا بتعادل مع طلائع الجيش في القاهره 1-1 ثم مع المصري في الجونه 1-1. لحد هنا ما كانش حد بيقول ان الجونه ممكن يبقى شكله السنه دي بالشكل ده. ثم فاز على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف، فاز على اسوان بهدف مقابل لا شيء، فاز على مصر المقصه بهدف مقابل لا شيء، تعادل مع المحله في المحله بدون اهداف، فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء. والتر بواليا هو هدافه بثلاث اهداف ولكنه رحل، ثم ظهر كريم الطيب بهدفين، جوزيف جوناثان بهدف مقابل مسجل هدف، والشبراوي مسجل هدف واسلام شبراوي. هناك فارق ما بين الشبراوي واسلام شبراوي. كابتن ابو العلا، الجونه ما له وما عليه. الجونه اتسحب في الدوري الممتاز بشكل جيد جدا. اول حاجه كابتن في علاقه خاصه وكيمياء ما بين رضا شحاته ولعيبه الجونه. برافو عليك. هتشوفها في احراز الاهداف، تشوفها في ادارته للقاء، حتى الفترات اللي مسك فيها الجونه الموسم اللي فات الفترات المتقطعه كان افضل نتائج للجونه لما كان مع رضا شحاته.
يعني انا شايف ان قرار جيد من اداره الجونه ان يستمر وهو اللي يبدا الموسم، وفعلا بالفعل بدا الموسم رغم ان كابتن ممكن يكون السكواد اللي معاه السنه دي ما كانش بنفس عدد الاسامي اللي موجوده الموسم اللي فات. اسلام شبراوي، اسلام رشدي يا جماعه متاسف جدا، اسلام رشدي اسف. رغم أسف ان ممكن يكون عدد اللعيبه اللي معاه السنه دي كسكواد ممكن ما يكونوش زي اللعيبه اللي كانوا موجودين الموسم اللي فات من اسماء كبيره جدا، لكن كان في مشكله في جونه السنه اللي فاتت من الناحيه الجماعيه. نعم السنه دي الجونه تحسن من الناحيه الجماعيه، من الناحيه الجماعيه. اذا هنا على طول بنروح على رضا شحاته. بالظبط كده، عشان بقول لحضرتك الناحيه الجماعيه. نعم. اختلفت في ايه بقى يا كابتن؟ اولا انا حاسس ان في اختلاف بين الموسم ده والموسم اللي فات في اوضه اللبس. نعم. بمعنى ان انا شايف روح مختلفه. نعم. شايف اللعيبه عندها لعب جماعي وحلول جماعيه هايله جدا. انا عايز ابقى اشوف الجون ده تاني بعد اذن حضراتكم من بدايته. اتفضل يا كابتن. فيمكن كمان انا اللي عاجبني ان حتى لما غاب من عندهم هداف فرقته اللي هو والتر بواليا في انتقال، لا ما حسيتش الفرقه تهزت. لسه ما نقدرش عند حضرتك حق قوي دلوقتي. بس تعادلوا وكسبوا بعديها. بعدين هو اتسحب، هو اول مبارتين كانوا بره ملعبه. ارجع يا وائل ووقفوا شويه وقف الباصه شويه عشان كان البعض كان قال لي فيها شك انها تسلل يعني. والكره بتطلع. لا ما فيهاش حاجه، اللي جاي من هناك مش فيهاش حاجه. بص لا ارجع يا وائل، بس استنى يا وائل، انت مستعجل ليه يا وائل معانا؟ ما انا هوريها بس للناس. بص حضرتك، لا مش من هنا خالص، مالهاش علاقه بيه. من اي حته ماشي، الزاويه اللي فاتت هتلاقي راجل من هنا يا كابتن. لا معلش هات بس من اللي كانت الثانيه اقرب. ازاي تسال حد شايف حاجه؟ ما شاء الله، يعني ده وضع الكاميرات يفرح يعني. بس عايزين لا من الناحيه الثانيه عشان بس نوري الناس ان الباك ليفت الباك رايت كمان. لا خلينا في الباك ليفت، خلينا في الباك رايت، اسف الباك رايت متاسف. أيوة بس هي بتطلع بقى. أيوة بس ايوه بقى. هي هو بيلعب بقى بس. ايوه بس بص يا كابتن، ده في اتنين مغطين. لا اللي عندنا هنا ده كارثه يعني. لا ده خلاص ده اوفسايد. لا الازرق القريبه كابتن مغطي ب 5 متر. نعم والتاني مغطي، والتاني اصلا والتاني مغطي. شكرا يا وائل، اتفضل يا كابتن. الجونه يا كابتن اتسحب للدوري بشكل جيد جدا، اول مبارتين بره ملعبه وتاخدهم بنتيجه ايجابيه. كمان مهم قوي اللي هي كانت طلائع الجيش في ملعب طلائع الجيش، وبعديها المصري اللي هو اسما على ملعب الجونه، لكن طبعا كل ماتشات مصر بتبقى بره. ف يعني نهاية بشكل جيد المباراتين دول، ادوا له دفعه في بدايه الدوري. حاجه ثانيه مهمه، ده احد الفرق الثلاثه الكبار اللي ما خسروش. يعني ما عنديش غير ثلاث فرق بس ما خسروش، اهلي زمالك جونه، غير كده كل فرق خسر على الاقل مباراه واحده. لكن الجونه ما خسرتش. فانا بقى بيلفت نظري الفرقه الجماعيه اللي بتلعب 7 ماتشات ما تخسرش دي، انا بالنسبه لي لا، يبقى هنا في شغل جماعي مختلف بقى. وفي ايمان بان انا عندي فكره ان انا روح الفريق هنا حاضره بشكل مميز يعني. طبعا رضا شحاته يعني ليه جانب كبير في الروح اللي موجوده دي. كمان بيعجبني ادارته للقاء. بص الكره دي اللي فيها الهدف طبعا، ده جوناثان اللي كابتن وليد بيتكلم عنه. باك ليفت طبعا كويس، بس التحليل واتكلمت عليها وليد ساعتها تقريبا اللعبه دي. لا ما كنتش موجود او اشفت بيها قبل كده. لعيب هايل كمان، جايب جون وعامل جون. بص التحضير يا كابتن، تحضير بدايه الهجمه. لو رجعنا من الاول، هتلاقي ان الكابتن الرضا ليه الفلسفه دي، انه من عند حارس المرمى اقف بقى. بص منين يا كابتن؟ حتى وهو ضغط عليه اتنين، لكن هو محضر هيشتغل ازاي. كمل بقى تقريبا ده لؤي. بيحطها في نص الملعب، بيعملها لجوناثان. طبعا محمود رزق لازم كان ياخد باله او ما يترقصش الترقيصه دي او على الاقل يعمل فاول تكتيكي. كمان عرضيه تحفه، مع ان الكابتن حسام بيلعب بثلاث سردباكات. لكن في الاخر على فكره كريم الطيب في المباراه دي ما كانش كويس قوي، بس جاب جون بس. هنا هياخدنا للحته اللي حضرتك قلت عليها، الاستمراريه. هل بعد والتر بواليا، هل في يعني هم في المباراه دي ضيعوا، وكريم حسيت ان هو مهتم جدا انه يجيب جوان. دي جت على حساب الناحيه الجماعيه، بس في الاخر جاب جون. ماشي طيب. تمام، الاستمراريه بتاعت الكابتن رضا مهمه جدا. نعم، خليني اسالكم عن نجم فريق الجونه. كان بقى كان والتر بواليا. بس جوناثان وطبعا الكابتن رضا الاول. لا انا بتكلم على في الملعب، هو الاكثر محاولات على المرمى وصنع. بص يا كابتن، جوناثان ونور السيد وسيرجي اكا مش طبيعيين. طيب. التلاتة دول مؤثرين بشكل غير. جوناثان هو النجم الاول. كابتن ابو العلا اتفق تمام بعد رحيل والتر بواليا. ما نقطه الضعف فريق الجونه ممكن، لا بس ما اقدرش عمق الدفاع. لا ممكن عمق تقول الدفاع عنده كويس جدا. هو بس هو بيديرها كويس بس. هو فعلا ما عند، خاصه كمان بمقارنه بالموسم اللي فات يا كابتن، لا ما عندوش دقه البدلاء زي الموسم اللي فات. فممكن فعلا يكون دقه البدلاء كابتن وليد او السكواد يعني. برضو ناحيه اليمين، برضو اللعيب التونسي، برضو من ورا ظهره في اماكن كتير جدا
يقدر يعني النادي الاتحاد ما قدرش يستغلها. نعم. لكن الحتة دي برضو فيها قصور. خلصنا الأربعة الكبار، خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نكمل باقي أندية الدوري العام في حصاد سبع جولات، وهنختار لحضراتكم التشكيل النموذجي للسبع جولات، ويا رب نقدر نعرض أجمل الأهداف. يعني انا عامل امتحان وغششتهم الامتحان ومش عارفين يغشوا، يعني حنان النتيجه كمان شويه وانتوا احرار بقى تبقوا تحكموا عليهم بعد كده. يعني خلينا نروح لنادي المصري. اعزائي المشاهدين، المصري لعب من المباريات سبع مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في اربعه، لم يخسر سوى مباراه وحيده امام الزمالك بهدف نظيف، سبع مرات وسجل سبع اهداف وعليه اربع اهداف، التعادل مع الاسماعيلي بدون اهداف، مع الجونه 1-1، الفوز على اسوان 3، التعادل مع المقصه 1-1، الفوز على غزل المحله 1-0، والتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1، والهزيمه من الزمالك بهدف نظيف. عمر كمال عبد الواحد هو هدافه بثلاث اهداف، احمد رفعت 2، محمد عنتر هدف، واحمد جمعه 2. المصري كابتن ابو العلا. بادئ بشكل جيد، احسن من الموسم اللي فات يا كابتن. علي ماهر استثمر الفتره اللي هي ما بين انتقال المواسم، من خد الفريق في اخر الموسم اللي فات، عمل معاه شغل كويس، بدا بيه بشكل جيد. المصري ما خسرش غير مباراه واحده قدام نادي الزمالك، وعمل مباراه جيده، يمكن قفل بشكل جيد جدا، لكن طبعا بحل غير متوقع، بحل فردي من امام عاشور، عرف يعني خلخل دفاعات المصري، لكن بخلاف المباراه دي كانش خسر ولا مباراه. نعم. فده شيء طبعا يحسب لفرقه المصري. كابتن علي ماهر بيعرف، فرق معاه جدا فكره ان عنتر موجود واحمد رفعت احد نجوم الفريق. كمان عمر كمال عبد الواحد في كيمياء خاصه بينه وبين علي ماهر. دايما بيوظفه بطريقه مختلفه تماما، دايما عمر كمال عبد الواحد مع كابتن علي ماهر، الاثنين دول يا كابتن في كيمياء مختلفه تماما ما بينهم. بيعرف يخليه هداف، بيلعب دايما في معظم فترات اللقاء بيلعب كاونتر اتاك، بيعرف ينفذها له عمر كمال عبد الواحد بشكل مميز قوي، وده فارق معاهم. وكمان انا شايف كمان ان فرقه المصري هو لجأ لفكره لعيبه كتير كبيره جنب بعض. نعم. يعني سعيد صنبوري وفريد شوقي وعمرو موسى ثلاثه او ايزي ام كانت الثلاثه. نعم. اربعه دول لما بيلعبوا مع بعض ساعات بيقفل بيلعب فرقه كبيره، بيلعب بثلاثه. نعم. في نص الملعب بيخلي في صعوبه على الفرقه الكبيره انها تنقل الكوره. نعم. ده بينجحه قدام الفرقه الكبيره، وساعات بيغيرها، بيشيل واحد من نص الملعب ومنزل عنتر يلعب 4-2-3-1. نعم. قدام الفرق اللي هي بيبقى طمعان فيها من بدري. بيعرف يستغل فكره الكاونتر اتاك، هو زي ما قلنا عمر قدامنا اهو. نعم. عمر دايما بيطلع نفسه، يعني بيعرف يلاقي نفسه مع كابتن علي ماهر بشكل مميز. انا شايف ان الفريق مادي ارقامه مش بطاله. نجم الفريق، نجم الفريق في الوقت الحالي احمد رفعت. نقطه الضعف، نقطه الضعف ممكن يكون جبهه اليسرى. الجبهه اليسرى ممكن. نروح لامبي مع كابتن وليد صلاح الدين. امبي لعب 6 مباريات، فاز في 3، تعادل في مباراه، خسر مباراتين، سجل 7 عليه 6 نقاط و10 اهداف. المفاجاه كانت في البدايه بالهزيمه من اسوان 1-0، ثم الفوز على مصر المقصه 1-0، ثم التعادل مع غزل المحله 1-1، وده كان مسار اندهاش الجميع. زمالك كابتن حلم طوران اللي ما بيفوز على ملعبه، خسر اول مباراه من اسوان وبعدين تعادل مع غزل المحله وبعدين خسر على ملعبه من الزمالك 2-1، فاز خارج ملعبه على وادي دجله 2-1، ثم اليوم اول فوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، هدفين محمد مرسي ورامي صبري بهدفين، جيون ايبوكا ودينو بيتر وكريم طارق بهدف لكل لاعب. نادي امبي كابتن وليد، انا شايف ان النتائج كويسه جدا. نعم. بدايه رائعه للكابتن حلمي طولان، ما كناش متوقعينها. انبي على فكره يعني الميزانيه قلت، متهيألي غياب محمد شريف، غياب احمد علي، في بعض اللعيبه اللي غادرت مؤثره، لكن قدر الكابتن حلمي بذكاء شديد ان هو يتعامل. بص انت وانت بتقول على الهدافين. نعم. رامي صبري هدفين، المرسي هدفين، يعني حاجه، ده طبعا هدف المرسي جميل والترقيصه دي عالمي. طبعاً. طبعا يعني جون حلو قوي، وكان لسه نازل. نعم. لسه نازل، جاب الجونين، جاب هارد لك الجون الثاني. نعم. طبعا بس هو جاب الجونين يعني. عبد المنصف. يعني هارد لك، خصوصا ان هي كانت في الثواني الاخيره، لكن يحسب لي التفكير في الشوط، هو سند وخد القرار،
لكن طبعا انت بالنسبه لك بقى كحارس مرمى بدلك يعني بدلك وهو حتى عبد لانه كان نجم مباراه الاهلي قبلها برافو عليك وهو عوض لهم المباراه اللي بعدها النهارده فوز مهم جدا جدا لان الفوز ده هو اللي خلى كابتن حلمي يبقى 10 نقاط ويبقى في مركز حلو شامم نفسه شامم نفسه طبعا كريم فؤاد نجم الفريق يعني حاجه رائعه كريم فؤاد انت جاوبت على طول الاهلي عايزه لا في ناس كتير بس كريم متالق بشكل رائع كمان صفقه زياد بغطاس صفقه كويسه قوي يعني كنا عايزين نجيبه للاتحاد السكندري على فكره لما كنت موجود وكنا بنتابعه في النجم الساحلي وكان سيرد باك كويس وهو ماشي معاهم جنب رامي صبري بشكل كويس. طيب خلينا نروح لمصر المقاصه كابتن محمد ابو العلا مصر المقاصه لعب 7 مباريات فاز في 3 وتعادل في 1 خسر 3 لكن الميزه انه بيعوض الخساره بمكسب سجل 8 اهداف وعليه 8 اهداف خسر من الاهلي في البدايه 3-1 وخسر من انبي 1-0 الكل توقع له انه السنه دي تكون نتيجه صعبه عليه او موسم صعب لكنه عاد وتدارك فاز على طلائع الجيش 2-1 تعادل مع المصري 1-1 خسر من الجونه 1 لكنه عاد تاني وتدارك وفاز على الاسماعيلي 3-1 دي كانت اعلى نتيجه وفاز على اسوان بهدف مقابل لا شيء مروان حمدي هدافه بثلاث اهداف ثم شملسي بيكلي هدفين عصام صبحي هشام محمد واحمد مودي هدف ويمكن كابتن عبد الله كابتن المدربين ليهم شخصيه كنت بتكلم مع كابتن وليد قريب قلت له ان الثلاث مدربين الوحيدين اللي بيعرفوا يلعبوا قدام الزمالك والاهلي او ما بيغيروش شخصيتهم قدام الفرق الكبيره هو ايهاب جلال ايهاب جلال او من اولهم حسام حسن وقلنا كابتن مختار كمان مختار المدربين دول هم اللي ما بيغيروش شخصيتهم بس بالذات ايهاب جلال وحسام حسن على فكره الفرقه دي هي اكتر فرقه بتباصي في الدوري بالظبط يا كابتن عشان كده بقول لك ما بيغيرش شخصيته عشان كده انت بتلاقي نمط الماتشات كلها بتاعته بيبدا بيبني هجمه من تحت من بيبدا من خلف الامام كان باصي صح 3018 انا مبسوط ان الارقام دي والاسئله اللي بتدخل عندنا هي دي بقى دي بقى كابتن اللي بتكلم هي شخصيه ايهاب جلال وكمان قلنا فريق وادي دجله هو بيغير شخصيته فرقه بتلعب من رجل لرجل اربع مدربين بتنقل من رجل غير كده معظم المدربين بتلعب قدام الفرق الكبيره بتعمل زون ديفنس بتلعب كاونتر اتاك لكن عدد الباصات المرعب اللي حضرتك قلته ده معناه ان انا فريق عندي شخصيه فريق مقتنع بشيء معين خلي بالك حضرتك قلت رقم مهم جدا جاب 8 ودخل فيه 8 مظبوط هو كابتن ايهاب مش يعني ما بيحطش في دماغه قوي ان الهدف يدخل فيه هو يهمه ان انا حتى لو دخل فيه هدف اجيب هدفين دي يمكن مدرسه البرازيل شويه زمان لما كنا بنسمع عنها ان انا يهمني ان انا لو دخل فيه هدف اجيب 2 و3 عنده دايما وبمنتهى الامانه هو استلم الفرقه مش بنفس الظروف ولا نفس السكواد بتاع الموسم اللي فات وده شيء جيد جدا ان هو عارف يحافظ على الشخصيه عارف يطلع منهم سريعا انتاج وعارف يطبق فكره سريعا وقدر يمكن ماتش الاسماعيلي بالنسبه له هو عنق الزجاجه فوزين ورا بعض هينقلوه في حته ثانيه نجم الفريق لا في الوقت الحالي يمكن انا شايف ان ممكن يكون بيكلي بس بيضيع فرص كتير ومروان حمدي كمان هو مروان حمدي هو ابرزهم يعني نعم خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين لان عندنا لسه باقي انديه الدوري العام يا رب نلحق ناخدهم كلهم يعني وعدتكم بحصاد مختلف اعتقد الحصاد شكله غير خالص ولسه مع نهايه الحلقه برضه في مفاجاه
دي مجموعة من أجمل الأهداف. احنا بنجري لأن وقتنا خلاص. نروح على فريق الاتحاد السكندري. فريق الاتحاد لعب 6 مباريات، فاز مباراتين، اتعادل في 2، خسر 2، سجل 6 أهداف فقط لا غير، دخل مرمى 10، نقاطه 8، فاز على بيراميدز 2-1، تعادل مع سموحة 1-1، خسر من الأهلي 4، كسب طلائع الجيش 2-1، خسر من الجونة 2-0، قبلها كان تعادل مع المصري 1-1، رزاق سيسيه وهدافه 2، روماريو ويليامز، عمار حمدي، محمود رزق، خالد الغندور هدف. سريعا جدا فريق الاتحاد كابتن وليد. هو ببساطة لازم الصبر شوية على الكابتن حسام والجهاز الفني. البداية كانت حلوة قوي مع بيراميدز بفوز، يعني ادى انطباع ان الفرقة هتبقى في المربع الذهبي، لكن لسه بدري. كابتن حسام بيستخدم طريقة لسه جديدة على اللعيبة، عايزة وقت علشان اللعيبة تشربها. فالصبر شوية على اللعيبة، الصبر شوية على الجهاز الفني. ان شاء الله اللعيبة تحفظ الطريقة بسرعة. الطريقة 3 سردباكات مش اي حد يلعب بيها. صحيح النتائج مش على قدر التحضيرات ما قبل الموسم، او مش على قدر الجهاز الفني التوقعات. الكبير او التوقعات، لكن الاتحاد جاي. بس اهم حاجة الجماهير تقف جنب النادي وتصبر على اللعيبة شوية، وبلاش مهاجمة اللعيبة. ده صحيح، لان اللعيب هو اللي هيرجعك. افضل لعيب في الاتحاد، افضل لعيب في الاتحاد بلا اي نقاش سيسيه عبد الله. طيب السيسي بسرعه كابتن وليد، قول لي تشكيلتك المفضله. تشكيلتنا بسرعه كده، الشناوي لحراسه المرمى، كريم العراقي من المصري، بدر بنون من الاهلي، الونش من الزمالك، علي معلول من الزمالك من الاهلي، ديفندرين، امام عاشور من الزمالك، وديانج من الاهلي. واخد يمين شريف دابو من سيراميكا كليوباترا. تحت الفراودة وليد سليمان الاهلي. شمال سيسيه للاتحاد. ولتر بواليا لما كان في الجونه وطبعا انتقل. كابتن ابو العلا، ابو جبل في حراسه المرمى، علي معلول ناحيه الشمال، الونش وبدر بنون في عمق الدفاع، كريم العراقي ناحيه اليمين، امام عاشور وديانج في نص الملعب، عبد الله سعيد قدامهم، زيزو ناحيه اليمين، بن شرقي ناحيه الشمال، ولتر بواليا. افضل مدير فني الموسم ده بسرعه ما تفكرش. باتشيكو. افضل مدير فني رضا شحاته. افضل لعيب مصري. افضل لعيب مصري. ايوه مصري. افضل لعيب محمد الشناوي. افضل لعيب مصري عبد الله سعيد. افضل محترف علي معلول. افضل محترف بن شرقي. الحصان الاسود حتى الان الجونه. الحصان الاسود حتى الان الجونه. لاعب كنت تتوقعه خيب ظنك. احنا لسه في يلا البدايه. يلا خيب ظني. يلا مين طيب؟ لا ما ممكن تقول مفيش. مفيش ها ابو العلا. مفيش برضه. مفيش لاعب تألقه كان مفاجأة ليك. تألقه كان مفاجأة ليا شادي حسين راس حربة. إمام عاشور. إمام عاشور المرشح الأول للفوز باللقب. الزمالك مرشح الأول للفوز باللقب. الأهلي طبعا. الثلاثي الأقرب للهبوط. لا ليه كده بس؟ مش عايز أقول ما تقولش. لا بلاش احنا هنفاول على الناس ليه من بدري قوي. لا صعبة ده كانت صعبة. ماشي صعبة. مدير فني رحل كان يستحق البقاء. كابتن سامي الشيشين. اتفق معاه. الشيشيني وريكاردو الاسماعيلي. الاقرب للتعافي من ثلاثي القاع الان. المقاولين. المقاولين. المقاولين والجيش طبعا. مين تتوقع ينهي الموسم في صداره الهدافين؟ في صداره الهدافين ممكن ولتر بوالي. كابتن ابو العلا. رمضان صبحي. رمضان صبحي. بشكركم شكرا جزيلا. كان عندي اسئلة. مين احسن فريق بيدافع في الدوري؟ احسن فريق بيدافع بسرعة الاهلي. الفريقين الاهلي والزمالك لان هما الاثنين داخلين هدفين بس. احسن فريق بيهاجم برضو الاهلي والزمالك. احسن فريق بيهاجم الاهلي. خط النص. احسن خط نص في الدوري العام الاهلي. احسن خط نص في الدوري العام لا الزمالك من وجهة نظري. احسن فرقة بتعمل هجمات مرتدة فريق الحالي. لا دي صعبه دي بصراحه. احسن فرقه بتعمل هجمات مرتده المقصه ووادي دجله. افضل فرقه بتعمل عرضيات. عرضيات او افضل سيراميكا لعيب او افضل لعيب سيراميكا او افضل لعيب. افضل لعيب في سيراميكا. لا افضل لعيب بيلعب عرضيات في مصر مين؟ عرضيات في الوقت الحالي بيعملها كويس قوي على ما تفكر. علي معلول. طبعا علي معلول اسيست. احسن واحد بيلعب ضربات راس مصطفى محمد. احسن واحد بيلعب ضربات راس مصطفى محمد. افضل مسدد في الدوري. افضل شويط امام عاشور. افضل شويط امام عاشور. خلصنا الشوط كله. حلو كده. شرفتونا. حلو. احسن حارس مرمى. احسن حارس مرمى خلاص انتوا قلتوا ابو جبل والشناوي. خلص الكلام. مسك الختام. سلام.